انا اليوم هنا في مدينه القنيطره لاحتفل مع الزملاء ديالي المهنيين بمولود جديد اللي اسمه هو الرابطه الوطنيه لارباب المقاهي والمطاعم هنا بمدينه القنيطره. والان كما كتشوفوا احنا راه باقيين في الغرفه هنايا بعد الاجتماع اللي كان ديال المكتب المسير لهذه الرابطه هذه، لان كاين مجموعه الاكراهات اللي اكتشفت وبعض العيوب التي اكتشفت في المرحله الاخيره ديال التدبير ديال الجائحه من طرف مجموعه الناس الذين يدعون بانهم يمثلون القطاع. فلهذا ارتأت مجموعه الاخوان والوجوه كما تنقولوا البشوشه والنيره والمجتهده في هذا العمل الجمعوي والعمل المهني. دونك اليوم كان عندنا نهار كبير هدايا بهذا المولود الجديد، وكنشكر الاستاذ الرئيس سي الفيلالي على يعني صراحه الله سخفناه في مجموعه الاسئله ومجموعه المسائل اللي هي تقنيه اللي كتخص الميدان، لان كانت تراكمات في هذا الميدان هذا، ولكن بوسعه الصدر ديالو كان زعما كانت واحد لا سوبلاس ما شاء الله على هذا السيد هذايا. ولهذا تنقول بالتوفيق وبالتوفيق وبالتوفيق ان شاء الله لهذا المولود الجديد اللي هي الرابطه الوطنيه لارباب المقاهي والمطاعم من مدينه القنيطره. كنحيي جميع المهنيين على الصعيد الوطني وتبشروا بخير ان شاء الله، لان هذا الفريق هذايا سوف يمثلكم احسن تمثيل ان شاء الله. وشكرا. صحيح كان صحيح، لان اول حاجه كما كنت كنشكر السيد الرئيس، هو اللي فضل يكون ديمقراطي اكثر من الديمقراطيه، لانه هو جا حط الملفات اللي كاينين، حط القانون الاساسي قدام الاعضاء، قال لهم ناقشوا، انا ما هنا الا نطبق داكشي اللي كتناقشوه نتوما وداكشي اللي اختاريتوه نتوما. فلهذا كانت كما قلت لكم كانت الديمقراطيه اللي فات الحد، وهذا ما يدل على اراده قويه لا من الرئيس لا من الاخوان اللي يكونوا في المكتب اللي يمثلوا هذا القطاع هذايا. ولهذا كما تنقول الله يوفق والله المعين. وبهذه المناسبه باقي كنجدد كنظن بان حتى الحكومه ان شاء الله اولى الاجهزه التنفيذيه لا من ناحيه السلطات المحليه لا من ناحيه المنتخبون يقفوا معنا ويقفوا مع هذه الرابطه هذه اللي نحلوا المعضله اللي طايح فيها القطاع دابا، وهي لان نقدر نقول لكم واحد الارقام اللي هي تقريبا 90% حقيقيه، 25% من ارباب المقاهي والمطاعم من المطاعم في هذه الجائحه هذه ما عاودوش فتحوا. لهذا ما بغيناش 25 اخرى، بغينا بالعكس نرجعوا ديك 25 اللي مشات ونزيدوا اخرين، لان هذا اقتصاد وطني وحنا مع الاقتصاد الوطني وكندعموا الاقتصاد الوطني. لهذا كنطلبوا من هذه الاجهزه هذه تكون في جنبنا وجنب الرابطه دائما بالحوار ودائما بالمشاورات ديالهم. تنشكركم على الحضور ديالكم، وهذا يوم بصفتي حتى دي بدر الدين الكاتب العام ديال الجمعيه المغربيه المستقله ديال ارباب المقاهي والمطاعم دين تلا. الحمد لله اليوم احنا فرحانين بهذا المولود الجديد اللي هو الرابطه الوطنيه اللي تتشكل اكثر من 19 الاقليم. احنا اليوم فرحانين ومع الرئيس الجديد اللي هو السي الفيلالي اللي غادي ايدناه ودرنا فيه واحد الثقه باش يزيد بهذا القطاع هذايا ويخفف عليه بالمجهودات ديال الاعضاء اللي دايرين به. لحقاش هذا القطاع ديال المقاهي وصل لواحد الحاله الله يرتى لها، وحنا اليوم الحمد لله غادي نديروا اليد في اليد ومع الرئيس هذا الجديد السي الفيلالي في الرابطه الوطنيه ديال هذا القطاع، باش نحاولوا نخفوا عليه لا من ضرائب اللي هي تتشكل في 12 ضريبه، لا من هذه الاغلاقات اللي هي فرضه علينا هذا الوباء وهذه الجائحه ديال الكورونا. وبغينا ان شاء الله تكون واحد الالتزامات ثمن الدوله بالنسبه لهذا القطاع باش تخفف عليهم المعاناه اللي تعيشها. وقل اعملوا فان الله سيرى عملكم. حنا ان شاء الله هذا القطاع بغينا نكون فيه ونزيدوا به لقدام ان شاء الله، ونخفوا شويه المصاعب والمتاعب على هذا القطاع. ولكم جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم هشام جلال.
رب مطعم، المطعم الاسم ديالو ساسون بون بمدينة القنيطرة. اليوم كنشهدوا على واحد المولود جديد اللي هو الرابطة الوطنية للمقاهي والمطاعم بالمغرب. هذا الرابطة هذه جات لكون أنه القطاع فيه واحد الخصاص اللي غيدافع عليه وواحد النقص، لان كان هناك جمعيه سابقا او لا زالت لم تؤدي الواجب ديالها على ما يرام، كنا احنا اعضاء فيها. فاليوم حكمنا يعني مع الاسف بالرضا ديالنا وهذا انسحبنا، لان ما يمكنش نشاركوا في شي حاجه اللي غير لائقه. فاليوم مع الإخوة قيمين حاولنا أننا ندخلوا في هذه الرابطة هذه باش تكون واحد المولود اللي غادي يعطي إضافة للقطاع ويدافع عن القطاع ويبين المشاكل وشنو الأهداف ديال القطاع وشنو الخاص القطاع يكون فيه. فاليوم الرابطة إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي تلعب واحد الدور كبير بالناس اللي فيها اللي في المستوى، ونحاولوا اننا نزيدوا بالقطاع القدام، وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يكون يعني عندها كلمه في المستقبل. بهذه المناسبه يعني كنعلنوا للراي العام انه دار واحد المولود جديد وهو الرابطه المغربيه للمقاهي والمطاعم في القنيطره، وهذه دارت يعني على كعمل تصحيحي لواحد المجموعه ديال السلوكات اللي كانت ما كتليقش بالقطاع وما عطاتش شي منفعه للقطاع، والقطاع كيعيش واحد الوضع يعني مزري يعني بمعنى الكلمه. الناس يعني ما لقاش باش تدفع المسائل، الواجبات ديال الكرا، الواجبات ديال الموضوع، الواجبات ديال الانترنت، الواجبات ديال المستخدمين. وهذا الشيء كنبلغوا ماشي للراي العام، كنقول للحكومه بان كنعيشوا واحد الوضع اللي كارثي وخص تشوفوا وتعطيو اعتبار لهذا القطاع، لان كيسد بزاف ديال الحاجيات في قطاع في نطاق الشغل وفي نطاق ديال كيلعب واحد الدور اقتصادي كبير في الاداء ديال الضريبات والاداء ديال الواجبات ديال الجبايات. لهذا كنقول لكم بهذا اللقاء هذا الله يجزيكم بخير، يعني خاص دار اعتبار لهذا القطاع، وهذا القطاع يعني راه كيعيش واحد الظروف يعني تقريبا يعني كتشرف في واحد الوقت، ودابا يعني راه كيعيش واحد الظروف من مور هذا السده اللي تعطى. وهاد السدان يعني جا في واحد القرار يعني هو ظالم، ماشي غنقول لك كاينه الظروف ديال كورونا، ولكن جات مع سيدنا رمضان ومع الظروف، يلا خرجنا من ظروف اخرى ودخلنا في ظروف اخرى. كنقول الحكومه تشوف الاعتبار لهاد الناس، دير اعتبار لهاد الناس، لان الوضع راه كارثي، الوضع يعني ما بقاش كيستحمل. وحنا درنا هاد التاسيس هذا بزاف ديال الاعتبارات، لان القنيطره كانت يتيمه في التمثيليه ديال القطاع، ما عندهاش شي تمثيليه يعني اللي كتبين المعاناه ديال القطاع. هذا بغينا نوصل الصوت ديالنا للسلطات كاع المعنيه بالمعاناه ديال القطاع، وكنحيي الاخوان اللي هما الصحافه اللي عطونا هذه الفرصه باش نبلغوا هذا الوضع اللي كنعيشوه. وتحيه للجميع والسلام عليكم. كان ممثل سابق في الجمعيه الوطنيه، ونظرا للسلوكات ديال القياده ديالها اللي ما كانش كتشرف القطاع، انسحبنا بواحد التوقيع ديال شي 19 توقيع ديال الاعضاء ديال المكتب اللي كانوا انذاك. وصراحه هذه 12 عام 14 عام ديال التمثيليه ديال هذا القطاع، وما كانش شي حاجه اللي كتزاد في الرصيد ديال القطاع. هذه 14 عام عنده تمثيليه، ولكن ما تزاد حتى شي حاجه في الرصيد ديال القطاع، حتى حاجه. وهذا يعني كاين خص تصحيح خص بديل، ودرناه الحمد لله، نطلب الله التوفيق والله يسر الامور جميعا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا في لاشين يوتيوب او فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، او زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.